بينضم لنا واحد من أهم نجوم الكرة المصرية والنادي الأهلي طبعا، ومن أهم المحللين طبعا في الوطن العربي، مش في مصر، وبنتشرف بيه كمحلل فني مميز جدا وليه شعبية كبيرة جدا ما بين الأهلاوية والزمالكاوية، ومن وقت ما كان لاعب وبيحافظ عليها لغاية دلوقتي باحترامه وبآرائه المميزة جدا، وايضا هو عضو لجنه الكره بالنادي الاهلي، الكابتن وليد صلاح الدين. كابتن وليد برحب بيك. ربنا يخليك كابتن اسلام، بشكرك وسعيد ان انا معاك النهارده. خليني بس الاول اقول تعزيه واجبه في الاستاذ عادل اسماعيل، طبعا مدير عام شركه ميديا لاين، زميلنا وصديقنا، يعني البقاء لله، وربنا يصبر أهله يا رب ويلهمهم الصبر والسلوان إن شاء الله. كمان صحفي الكبير ويعني كابتننا كلنا الأستاذ جمال مكاوي طبعا، الله يرحمه، وإن شاء الله في الجنة إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله.